والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولا إله إلا مركو إله ما بعد سكرة. سكوكا كان يقلب تماشر. النبى وجدد أبدا على ما يبي تهاي وحوزا جرا كشطين. شركة مقرة يجوا لمدة عام. بل وحي كل عام وحي ربي بعطاء يبلاي يوبد كشقي ساعة شطين تبلاي. لكن ما عندو خلاص بقول نمت خير وناك وحارة عمرك قلت كماش وضف لي ودن إني نيرتو وناجيان سيسا على ماشا عفرينو إلهي سبحانه وتعالى أجرونا وسيه إنت عمري أحسو قلتو وحارة الله إن شاء الله تعالى نيشا وسيلة أن جعلها البرغرام كلا ما تقول أولا وحارة جعلها إنا نسكين برو إنت نبدا واي تقانا إنت بيقول محمد عبد الله كافالا ليرادا وحارة الله نين بدو كيمي لأنا ناس لهم سجر مركا I want to make sure that's clear. That's what that's. وحن جعل هيبوري يمكن أن أقصر الوديو. محمود ورالك أنه هذا قرن إنسان. شر محمود وعن شر إنه أهيدها قرآن كريب كلاهي أنه وفرق شركة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم. سبحان الله احنا نقول يا رب مكان ما دام تبقى الله انا هاي واسع بكريم وشكرا لك يا عبد الله. أيوة السلام عليكم يا شركة شرفت عليك بالشركة صوتي بشيء لما لها هويوي كا وضياء شاب من يرادا نحل إلى النور فارح شانو أن رجل وعسونا أمرت النوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة النور فريني هاي أروني تاسم بقول لي هاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالا أنا أقصد شيء شروع قول سكوي ما لو أم بعكدة بيع عيدي عكدة بس محيا إدير محال سكوي مت محان كدة مع صناعه وحنجع على هنا تقول يوم كسر وهي ولكن سعيد الله كرنا يسار رام سنت هلال بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مركب كوباد وحنا ما نعلن الإله سبحانه وتعالى سيف صدق قاليا يعني سكون نبت سيدة بالقرية ما ودوني إلى هنا ترى هنا كا عشان إنت كنت تقول حتى على هنا ما العليو رجيه دمر بدر كي سواء بابلي تقول القرية عكس القرية إن سكوت بريدان شركان قيمة حبطن أي كانوا حلا يا هاي ما هذا اللي كجرت المركب كوبال سيد الله سرطان ولكن يري وما دمر كي سوتي ما دو وين عطى هاي سبب تاي سوتي ميديو شدة دايلا سيدي هرقل الله شيئي وقاس بو شيئي وحانا رجوغة حلبان كسعودة تقريبا لحياة سوماليا ومرتين النواء حلبان وفارح جامع هنا قصود هو إنه مقالة كولومبوس أوهايو ووجدد الكوبان يشيرك وعيتاي وحانا لنا حلبان قصود هو كلابات سيدة عدو سعطان أسبوعيد الصور دافي مقالة كربهاري مقالة مدحدة قبل كجدو وحاكي سعودي شير طوغو ما يعطري اني موان يسوي معنا هي يعني مجالير الدكتاك جبوينك يوم قبل الله كالجدو سي اي وقت اشتاعن تنهوض سي بلدتكم حسوي الدين اي نيكا ستوق ودوقنا يا بجدد كتن بيسا حتى نمرك غار كود مركب على سويدية وعلى سويدية محاك كتن بشركة من نمو حسك سليسية هذه كو ودو باو عن شعر هاي إن أن مر لبعض كل عري نصي هاي وعطاته شركة من نمو محوك سليسية هاي حق ياسه وصعدة شركة من نمو سيدا أن لا صعنو نلو شاقي كعات شركة أجدي هيسا ونو كم بدي سيا وكو أدو سيا هاي صدح قضب والله قمار معنا قضب كوبات شركة من نمو وحوي إن لقيت هشتو الحوتيو من نمط ومد الصوماليات جودهان قارهان
إن لقشت أيوب من نمدا جالية ذا كسر شيء ذا شبويك يبقى والله ده تحت. مرك لبعض شركة مزدي ووصل إسنا وهو هاي لقشت شتو أريمها النبضة أريمها خور مريتة يقوى السياسة ده اللي جانا ده سأصورس. مرك أفراد وهو ها إن حل وعرا لقي جارو استقبسيك يا أريمها السياسة ده شوبلان شوبلان سيد الله سرطان وحتى أكيد في دورة ملجار قول كده أنا وكمدي هاي ريتشن كشوبلان إن لوجا تشتوسي حال نبتلية لوجا جاري لها خلافات كهي سياسة تشو ما عندك شيء يعني هم كاس كتير تشتوسي نبتلية تدعى أصحابه أيو شركة سودمين هو هاي أما مهمة دي سو أي هاي هذا بقى أنا بقول هذا نيجيريا ده كولومبوس أوهايو ikasta oo qashay di joogto oo yaalkeedii joogan ugaasiidii joogaa xaradkeedii joogan waxaa nooga aadan arintaas waxaa nooga aadan in aan taageerno hadaan Nigeria Columbus Ohio aan taageerno maashihii ka dhacay magaalada Garbahaare oo la soo xiray shirkii Facebook oo la soo xiray inaan sidoo kale taageerno u diyaar garowno qaybta labaad ee shirkaas oo la filayo inuu dhawaan ka furmi doono magaalada Garbahaare. Taageeradeenu ma ahan mid caasifad ku salaysan, ma ahan mid ujeedo kale ku salaysan, laakiin waxay ku salaysan tahay qodobadii aan soo sheegnay ee ah midnimada ummadda Soomaaliyeed, midnimada dadka deegaankaas ka soo jeeda, iyo in la xaliyo dhibaatooyinka ama siyaasadda ha ahaadeen ama horumar ha ahaadeen ama nabadgelyo ha ahaadeen dadkaas iyo deegaankaasu ay u baahan yihiin. Naguna waxaan leenahay waa taageereynaa. Pasud winina wana ka qayb qaadanay. Waxaan jeclahay haddaad ii ogolaataan inaan ku daro in uu shirkan ka soo baxo baax aan u dirayno dowladda dhexe ee Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cabdiweli Sheekh Axmed. Taasoo ku leenahay in ay tahay arrintan wax lagu dayan karo ummadda Soomaaliyeedna ay uga soo qaban karto dhibaatooyinkii ay 2020 ama 2024 sare la soo dhaafay ay ku jirtay ayagana waxaan ku dhiirigelinaynaa si geesinimo leh inay ka qayb qaataan taageeraan waajibka ay leeyihiin ay arrintaas ka gutaan. Waxaan kaloo jeclahay inaan baaq u diro dowladaha dariska nala ah sida Kenya iyo Ethiopia ciidamada ay ka joogaan inay ogaadaan inay mas-uuliyad ka saaran tahay nabadgelyada dadka halkaas ku shiraya ayagana ay waajib ku tahay dadka doonaya inay maslaxadooda ka tashtaan inay taageeraan nabadgelyadooda ilaaliyaan wixii ay go'aansadaan ay raalli ka noqdaan khilaaf ayna gelin. Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan caalamka gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya aan u jeedino in shirka midnimo uu yahay wax ku dayasho mudan dad Soomaaliyeed doonaya in dhibaatooyinkii 2024 sano ka dhacay dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah ay kasoo kabtaan ay ku yimaadeen ayaguna ay taageeraan dhaqaale ku baxsan kana qayb qaataan. Walaalayaal, hadalka ugu badan shirkeenna ujeedadiisu galabta saasay ahayd deeq adinkiibaana u ah saldhig. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin Ilaahay subxaanahu watacaala wax ka baryaynaa shirkeennan iyo kan Garbahaareba inuu noqdo mid horumar iyo wanaag usoo jiida ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan deegaanada aan ka hadalayo. Waxaan weyn waxay tiraa baalidii waa la helay, waa la helay inteena ku helay dowladnimo. Baalidii waa la helay, xaggee laga helay waa hadal badni weyn. Waaba la helay, xaggee laga helay war kale ma leh. waxaa weeye annaga shirka aan galabta isugu nimid waa taageero waa shirka lagu hayo Garbahaare oo aan raalliga ka nahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa sida aan raalliga annagu uga nahay oo uurkana uu yahay Ilaahay nuu fuliyo khayrka. Taas weeye horta annagu ujeedada meesha aan isugu nimid waxaa weeye marka meesha la yiraaho Garbahaare shir baa ka socda sidaad ogtihiin waxaa isugu yimid meesha sare
شركة سماها شر نين الغرعة وعها يا ماها شر من نين الموجود جيدو اللغوة في القادين يا ماها شر حمان هو ذا ماها وشر إسافقارك باشا لحد يداه إيوه بيلها دلس كان له صومانية وجدد يسوى انتاس وحاميش اللي قوضه أنا أقول لك أنت أجري إنه وأنتاس وحان سوي جيدين يا أنو أما لما أنا نشي إن رجع ماشي أسجلو أو شركة أسود إن إلى هاي وكوكو ليو أريما هذا إلى هاي تيسير وكاليو وحان كوكو علينا حق الشركة جوجو أو قربها ري فديو أو أنا مراني هذا بيني أنا ورماتي بيو ورماتي سوما أي أو أنت أصدقني إلى هاين يا هوش إلى هاين يا غير هودي ما أصل تنسيقي أو ماشى صوفا ديو إلى هاين وشركة وخير لك صوصا أنا نقود عينينا وحاكرا أنت أسوي هريسو وحاكوا لنا هنا أو نسو جيدنا هنا دتك وفربدني ماشى كوما ولوسيدا أو نوك جوه أما هي مادو ماشى أما مقنادو waa roobay siga jiray nimba waan wax la uma maanin la uma nin waxa laga gudbo waa waano halaga gudbo waxaas ujeedadu mid ha ahaato wixii isku mid ah inay shirkaasu wixii khayr oo ka soo baxo ay la wada leeyeen taas oo nictiqaadeen yeyna ictiqaadi hebel baamaarte ka magnaa iyo hebel furardaas mooto taas waa ka waaninayna tan labaad waxa weeyey أنه تاجرنا وايد سين هدان قرب جوكتنا هدان نعفي وعن هذي كنا وايد سين تاجرنا وايد سين إلى هنا وحنا كبر إلى هنا كبري ستان وعن يكسب لنا وحير لوي وسلام على ورحمة الله وبركاته وحوي شركة كربهاري كصعبة وفيروس صومالي أبو حلوي إف صومالي أبو حلوي لكن تطواتن يسدي دي إلى سدي تن يلا بدي ما كان لاحظ بحي هو وقت يو وقت درب على سومري فوحة رجل بيت في وحة سوحة دولة ده قارته وحى أورنجرين جزء أفريقيا وحة كسر بحي أورنجرين لين أما قرحة وكسر بحري هديها اللي من أفريقيا قدم بقاعدنا يسا وحى نقول يسا دوني ده waxay noqonaysaa awoodda saddexaad laba awoodood dadka ka jira awoodda saddexaad aad ka qaybtay noqonaysaa marka waxaas waa in laga hortago la damiyo bal damiyo waxay noqonaysaa shirka garbahaari waxa weeye fayruus ama layr u baxay ummadda soomaaliyeed inay isu timaado inay wada tashato inay heshiiso inay ehel tahay inay ogaato waxa ku dhex jira inay ka wada hadasho waradugu maxaa qabtaa waradna maxaa qabtaa nin walba wuxuu qabo markuu sii daayo maxaa inoo danayn la yidhaaha marka isku soo dowo waxaan fakira oo aynu kala qabno markaynu isu geyno maxaa inoo danayn la yidhaaha wixii markaas u danta ahaa in la qaato bay noqonaysaa aan wada tashanno waan heshiinno wey waan horumarro wey waa aynu meel fiican gaarno wey waxa shirka ka socda garbahaari waa sidaas wey aanu inteena banaanka joognay iyo inta gudaha joogtaaba ku taageersan yihiin qofkii soomaalinimo raba ehelnimo raba caqli saliim buu ku jiro in wax la noqdo ay ku jirto adduunka qofka noloshiisu maaha raashin baan codhay waa noolahay qofka bini'aadanka oo wuxuu ku nool yahay waa sumcad wey haddii qofku sumcad waayo wuxuu yahay male baabku hadduu sumcad waayo wuxuu yahay male waagaanu dowladda ahayn oo soomaaliya ay dowladda ahayd sumcaddeeda meeshii ay maraysay baad ogeydeen qofka soomaaliga ah oo meeshuu marayo shabiruuka dul mari jirin maantana waa sankaa laga qabsanayaa waxa weeye marka qofka sumcadda noloshiisu waa waxa weeye sumcad wey hadduu qofku sumcad waayo wax nolola uu ku nool yahay ma jirto hadduu dalku sumcad waayona wax nolola uu ku nool yahay ma jirto dalkeennii wax sumcada oo hayaa ma jiro haddaan dalkeennu sumcad lahayna kulligeen qof sumcad lahu ma jiro waxaynu nahay waa baaba waxaan jiri baynu nahay waxayna ku xidan tahay inaynu tashanno wada tashanno isu nimaadno isfahanno wax isweydiinno
وحا قلب كاو ينو قد احجراء ينو اسكا صارو وحا دلتين نطاهين اينو قدوم لهم شركة قارب هذي وحا نقول لنا هي هقو ليستو هقو ليستو واه شركة صومالينا بحيوي صومالينا وحا نقول لنا صومالينا قودحان وحا نقول لنا أساقنا حتى عقيرين أساق أو كليتنا قبل الله بدنا نحلق قبطو مركة دبنا هالليسوه دا يمادو صومالي وين هسوب حلو صومالي الشرف هو هسوب حلو صومالي يسوك تيرسان إسا هسوب حلو صومالي يسوك كالصوم هسوب حلو سيدا وردد إلو قادل هاوي يشير كاسو إلي إنو واجب كنو حاوي يأيغنا سارانا نغانا نسارانا إلي يأيغنا وحونا أكسان صور سارانا وصومالي دنوا أو بيشا دنوا وديغان كتنوا إنه قلنا إنه إنت رفتا غير رو بكرة بستاينوي وقالوا بكينك هو وصاسوي يعني ماشا سوني وقالوا بلبادة ونسيب وناك حل ما نور فارح سنديه بسودوه إلمه جوغان سنو الله يمبانو اللي رشتر كاسا قبانينا وكاقب قد هيا بيري الله شرفه ويلو يلي سنو وغنو وقالوا كاقي وقالوا كاقي وقالوا كاقي وأمور الصومالية وأمور الشادي كسرتوا هل نبان كودي أخي مسؤولية أمور الصومالية ضربنا ما كسارة ملك استوى كشر هيان يا ملك استوى تجا هيان أول بقول الفكرة هي قوانين اللي ودك تأنا اللي ودك تواجه كسارة وين آدي يا آد بدو ما هتصن تاي أنا أمور الصومالية وواجه بكسارة هي كم ده شركة يجينا كسوق قطو كسوق قيب قشو كل كلام تو أشتري هي هذا ما عشان أساس وكله هو قيب قام وحي على نقول أرد أن تنبهون بكله marka baarlamaanka iyo dawladda ay ku noqotana Soomaaliya waxay u baahan tahay isu aruurin ma u baahan tahay isu garab buuxin uma baahna isu xog sheegasho uma baahna isu awood sheegasho uma baahna kala bursi uma baahna waxay u baahan tahay Soomaaliya la isugu yeero Soomaaliya la isugu yeero Soomaaliya isu imow Soomaaliya isu imow Soomaaliya isu imow Ilaahay uu sukeen assalaamu calaykum warahmatullahi shirka ka socda gobolka gado مقالة ذكر بهاري وشيء ده لقى لي عيتهاي إن لو هذا الله سمعنا وحي ترى هذا هو هذا الله يعني هشينه كدي منه وكسر بهشيس وقالوا أخذت كاس كنت مركب على الله أنا هو قالوا وحان تجي ناين تجي من تجي وقت كي مريح سمعنا تجي من مريح كل سؤال وقتی که ایده انتی که دمیسه کل برواقع و دب بدن و دقال بدن بواها انتی که دمیسه و حان هوا این دقال کسودی و دبات کسودی و دد که ایدی لکر قیبی اما دین هلو کسو قبلو اما دولد درس اح و محال ایده سید عبچین که مالین بقلو جیره ده کرو مریل قار نخوش گلیه اها اها اما دبات دلی کن عوی هنتی که بند منا کو قیب سوی دبات محال ایده کتی تماشن إنه تشدان ويسوسو نقضان ولا هلان ولا لوبان وقف ابن آدم كاو من نولان وقف يرانا ينتهي من مجلو قف والبغداء وكر ليس مركي إنتا يبتا عدنور شهي إنا دوح وإن عيسان سميسو إنا ديهشي سقفك ديرسي قراء إنا ظن نولاتو إنا قفك وحلقة يبسطو إن أذكرتو محا واجب وغاليه كسارة قف أهان وهي قف مسؤول حقية نفس الديسة بقى النفس الدالة هكاجي شبك بعلي محا كسو كتابتين النفك الهكاجي وأنت لو سكت عفو محلي هذا ضد كاسة تاجر مانتي إنه هل كان بين تونا قدار إنه هسنا إنه إنا وحلا كلا هرب وأنا كنت أجري وين الشرع وأنا كنت أجري وين كلا جبسنا أنا كنت أجرنه نمبر ون سومالي نما ده إنا تاجرنه نمبر تو ضد كاسة سومالي بكشغين يعني إنا كنت أجرنه نمبر تري قف كستو دون كن شوغا وحاجة نقول من رايتس بعد البناء وحلا وضع غالبا هبدي سفوق أنا حسنين maamul kale sameeyay oo ka jira Jubaland in ay ka hadlaan oo ay faristaan oo ay danooda ka hadlaan xaq bay u leeyihiin in ay xaqooda ka helaan xaq bay u leeyihiin in ay ummada Soomaaliyeed xaq ku leeyihiin ka helaan xaq bay u leeyihiin sida daraadeed war soo jeediyay nashaqada ka la qabayo oo ay u taageerno waxa kale oo aan fiiraha sidoo kale dawladda Soomaalidu inay ciyaarto دور خیلی داره. دو هنر چون مور فاره و ای مرور روحان و ارگنا اولی راه ده. اگه باشیر کم ودن، این عفی با ودن، این هبل با ودن، معیار شیعه. و هواییان اگه محلوسی می‌برکی وریس و وار لو تاکر آواره یا دگال حمله. این کلا دگال تا آفریکا. اگه از آفریکا ودم دست آفریکا.
إيجاد معها يقولوا سياسات والدولة السمية كدبنا مركي دكولي دواتاتو دعلي وهاي نقطي طول أما قلب لو استعمال صومالي إنو قلب وقلب كما قلب oo ay dalkeedu ku maamushay dhiri galba dawladdu soo jeedinayna sidoo kale anagoo halkaan ku noolahay oo dadka Soomaaliyeed oo jaaliyada banaanka degan waxaan taageersanahay midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan taageereynaa midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed ee joogtaba inay heshiiso oo ay iskaashato cid inoo imaanaysa mar annaga dadka aabayaal iyo hooyaal adeerow islaa daraadeed inaynu dib isugu laabano inaan walaalowno in waxa dhexdeena hoos loo dhigto qofna oo qof kale wajigiisa fiirin danta iyo maslaxada ina dhexdaala inaynu fiirino maxayna tahay waa wanaag adduun iyo aakhira baan ku gudanayno aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan u mahadcelinayaa dhammaan haweenka hooyooyinka dhalinyarada hawyaanada odayaasha mas-uuliinta iyo siyaasiyiinta ugaaska beeshisa xilkiisa iyo xildhibaan uu faaraxba insha allah u mahadcelinaya مال كدي شركان عن ما في سوني ده تدي سوى روض تراكم هاي وتغيرت أما إلى ده شركة من ده وبن كان عادي ما يلا ده غير بهارني يو يسوي كوي شيء لا بد أو كده بتو بحاسة تحية أو بكرامات سوني تحية نوفا هذا هذا نوفا عودكم سوني وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 المشروع الذي وأنا خلاف هذا سوف نقول ماذا بيش السدي خلافه بحشري إنه هذا كاس نقول ماذا أنا قلت من أمر كاس بلا نهدي شن يلا تسنا هذا كان بروح بحشري دولة خلاف بعد عيد على سكريا عيد بدنا نعيد هذا العيد وحنا نبى مرتي وحاشك على وقت الدون وين بيش هذا دورته كيش يسوي خلافه بحشري هذا تاي حق سياسي يا هذا تاي حق كلام مرتي هذا الحكي كله بدوه ومدنا مركي شيز تاي وأيضا أميت تاعي بيحرقوا قد بكرتاعي لأنه ما تكلم حلقة يشتى ما أنتوا عم بقولوا يسني ولو أغيا وين يسكتشنا وحيال المدوي يسكتشنا هذا كرتو لكن وحرقوا قولوا يستي ليش السنة إني كم بدوه حق سياسة إني كم بدوه
وحكسو خلافو كتحي إن محاكو إلا ركبضاً أو كلام مغناف أو سياسيين أي سوئي بالله أولي بلنك الوفو الآن بسلام اسكو ورستا علاقة وقولوا بي علي أمريكا بيش تدباغ عبدنا يوم ميري تشوكتو وليه هاي حسورتك قليسو أنا أودي أرقلو دو من نبتو إنو سورتك قلو وردان قلو تنتي لغا الحال اللي قيرو وأنا ما بيش تدباغ عبدنا يوم baqa labaad oo tiray waxa weeye dawladda adriskaanahay ee beesh waxa ka hadlaysa danteeda ninna dulna qabaan ninna madurbayso qofka daro uma socoto inay suubto ilmada aan soo ka joogo dawladda adriskaan Soomaali gobolka gedo iyo kibooyinkaba inay suugaan shirka dadka laga leeyahay ma aha dal ugu dulmaye beesh dadka ka hadlaysa ay amma koodiro suugaan baa yana baa ugu diraya oo isla dibaato iyo diyaar yeyey wax shirka dibku ah ee kala kulmin ee joogtaaga ee ka jira jooga aan tan saddexaad oo leeyahay waxa weeye maanta bulshada Soomaaliyeed noo dad ku joognay rajo fiican baa looga muuqatay Soomaaliya arruuraha dibna la shanaan diyaar u ahayn nabadgelyo noo muuqatay soo socoto si balaaranayso dadka si xoroob ayaa noo muuqatay cadawgii oo si baxsan ayaa noo muuqday waxaa soo muuqday hadda iftiinkii noo muuqdaa in cadawgii jaas la siinayo uu ku sii joogo meelaha uu joogay hadda oo ka soo socota dowladda xageed waxaa leeyahay dowladdu maanta uma baahno isqabsi shacabku wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu u baahan yahay horkac wuxuu u baahan yahay wax kastoo laga jiray in laga gudbo dulqaad iyo sabar la isu yeesho waxaa leeyahay marka baarlamaanka Soomaaliya waxaan anoo ka faa'iideysanay fursadda maanta ayaan baaq u diray baaqaas ku jaysan Soomaaliya maanta inaan marxalad dambe lagu celinin oo laga gudbiyo ninka hadda lagu ku soo socdo noo muuqdo oo ka soo socdo madaxda u sareysay dawladda in talaabo wax ku ool ah oo bulshada wax u qabanayso oo cadawga jabku ah inay baarlamaanku talaabo ka qaadaan hadda Soomaaliyeed yeesha sidee deegaanka bahari iyo mas-uuliyadda inta shirka soo qaba waxaan u taageersanahay oo garab taagannahay shirka kas ka dhacay garbaare waxaan u taageersanahay oo kale fayska labaad shirka ah ee beeraha Soomaaliyeed isku danta aanahay isku deegaanka aanahay waxa boo naga dhexeeya shirka labaad oo loo qoray waa taageersan hala kulayso dowladda Soomaaliya hal baan leedahay urugwaada iganna hal baan leedahay dowladda Soomaaliyeeday madaxa Soomaaliyeeday ma waxaad goorsatee inaad maarba khilaaf qabsi inaad ku jirtaa maanta waxay maraysaa alcalmiyiin waxay maraysaa in lagu nirwasiira oo la bedelay inaad maanta isku haysataa waxaa la leedahay ka taga xilka aadan howlaal oo aad intiina meesha fadhidaad waa garanaysaan oo runtii aan dhalinyaro active ah oo bulshada meesha ay ka yimaadeen waxyaalo badan ka qabtay asi aan jeclaa haduu meesha fadhiyo inuu ku soo kowdo insha allahu tacala programme waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanka iyo maaragtay community leaderska meesha fadhiyo waxaan dhihi karaa soomaalidu waxay dhahdaa dhagax meel dhow buu dhacaa dhawaaqna meel dheer xildhibaanu codkiisa waa maqlaynay wasiirka midnimo wan facekiisa koobaad oo hadda soo xirmay xaqiiqa waxaan dhihi karaa reegada ama reegal baharay waxay muujiyeen wax muhiim ah deeqsinimo ah yacni dadkaas ay marti qaadeen ee meesha iskugu keeneen ay ma taqaanaa suuliyeen amaan ayay ku mudanyihiin baan karnaa waxaan rabaa qiso yar inaan ku daro meeshan dadka reegaloodka ah marti soorka aad bay ugu fiican yihiin dhaxliisa oday dhaqameed in nahay oo dhintay
يا وحنا challenge كري أما هو challenge كري وميسي تلياني وهو يري شنب قل أورين أنا هو دبوش إنه درجين كرامي إنه يا سكوت درجين كتاعي مركا أنا كيف بقولسي هذا ما تقول وحويه ولا ليال هذان هاي بيش السد إلهي موافقتي بون أنها لشيء سد وهم يدوبي وهاي سويبي أبريج محمد زياد باتعامع الواقع رستي إلهي الكبير إلهي المراسة لك ومسارة يا ومسوى حاوية ضد سياسة لوكا لك حي سيبات جرى ضد سحر وفكرة هيا جرى ضد دون الرعاة جرى وحلينا هاي قفك سلاة أو أما السياسة بير الرعاة أما دون الرعاة كسو نغوكا أما مارنة كسو نغوكا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مكة هو رسالة كانوا حنقوم هذا علينا يا دمان ذلك هل كان يسوي يمد لرهان ذلك يسوق وغابي شركان ولغة الشان هي مصلحة الصومالية هي مصلحة قولة ودى كان غطو أما مصلحة قال هذا قول الله شبوين كان غدين ذلك يسوق وغابي آدي أدبان هم هذا علينا يا وعنك لو آدي أدبان هم هذا علينا يا مانتا عندما نور فرح oo maanta la jooga oo shirkan meel dheer ka soo aaday asagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan jeclaan lahaa waxa ay imaanay taato nur muddadii hadda anagu waxaan isla joognay magaalada maxaa ahaa waddanka Soomaaliya isla joognay Muqdisho gaar ahaan waxa weeye intuu joogay oo xilka hayay runtii wuxuu runtii soo maray waqtiyo adag iyo waqtiyo fiican labadaba waa la soo kulmay wuxuu isku dayay oo ka mid ahaa xildhibaanada Soomaaliyeed oo jooga dadka ka muuqda dhaqdhaqaaqahan oo ah waayo aragna ah joogayna muxuu ahaa dowlado kala gedisan joogay waqtigeedii waxa weeye ragga ka muuqdo ka mid yahay baarlamaanka waxaa kaloo ka mid yahay dadka jecel maslaxadda ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba in loo tago oo goobta loogu tago oo lala wadaago dhibka ay hayaan dhibka haysta in muxuu ahaa wax lagala xadiyo waxna lada qabto ma aha inuu keliya gabaarey wuxuu tegay muxuu ahaa galguduud buu tegay wuxuu tegay jabooyinka iyo meelo kale oo gobollada Soomaaliyeed oo markaa dhib ka jirtay wuxuu ahaa dadka xildhibaanada ka tirsan oo mushkilada xalinteeda markastaba loo magacaabo oo la yidhaahdo guddiyada lagu daro markastaba marka runtii aad iyo aad baan waxaweye ugu mahadcelinayaa muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay ku faani kartaa in xildhibaano wanaagsan ay ku jiraan muxuu ahaa wax kala garanaya baarlamaankooda ayog inay waa jeclaan lahaa inay xildhibaano badan oo kaleeto saasoo kaleeto ay wax ku kala garanayaan ama ay ilaalinayaan maslaxadda caan ahaan iyo mid gaar ahaana intaba waxaan kusoo dhaweynaya hadalkaani waxaa la siinaa u kusoo dhaweeyo laakiin waxaa weeye Nuur Faarax Jaamac haddaan inaastiisa ku darana waa waxay la tahay inaad taqaaniin nurbaajo بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan madaxdii hore iyo madaxda hadda qaybaha kala duwan ee bulshada odayaal dhallinyaro ururada haweenka kulligeen qof waa magacaabi karo laakiin waxaan idin leeyahay kulligeen waa idin salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii aada iyo aada bay ii farxad gelinaysaa galabta inaan halkan idinla joogo waxaan u mahadnaqahayaa dhammaan xubnihii beesha ka mid ahaa oo soo abaabulay shirkan waxaan u mahadnaqahayaa intiina ka soo qayb gashay oo halkan fadhida oo waqtigiina qaaliga u soo hurtay waxaan iyagana mahad u dirayaa inta ka maqnaatay oo igu suurageli weyday inay noo timaado laakiin rabtay inay timaado iyagana beeshoodaan ugu mahadnaqaynaa guud ahaan dhammaantiina waan idiin mahadnaqayaa aad iyo aad baad u mahadsantay halkan waxaa ka muuqata in ay bulshada aynagu aynu ka soo jeedno
أي سبدل وين سميسي سبدل كاسنا ودين عيابة سامين وكل شيء مقالدا ما أنت هل كان وحاجوغة كمانان كن أو قف أو كم من البلشدة عينو أنو كوابتر سنو كسوماليا كان أهان بيشن كو هايستا أقون كو هايستا دقالة كو هايستا تيغان كو حوال با أو بلشدة هان كرتي كله ما أنت هل كان كتوغة وهو إلهي الوغة ما أنقو إلهي الوغة شفيهنا الله أنا إذين بديو أنا إذين بركيه أهدي أهد بأن ذكر مهد علينا يا سيدا أدوغا قيب غادتين أباريه كتشري كوبالادا والأوغا هينا الخيب في عنك غادتين إيا الشرارك كسعودة كوبالادا سيدا كنجل بهادري إيا كوكا لأو الله قبطي إنتا بأ أدقيب أوغا غادتين أيضا نوحان ربا إنا المانتا هل كان هرتي مع كير هذا أهدي أهد بدون هسنك الهاد كولوبو كالنتين نروان أوغا إنتا أسكبعدي هرتي مركل لفيريا سوماليا يهدون كمانتا ورفضا اسكو مسيا كان ذلك وهي حدا دعا مركز العالم كدعا مركي بوالو كان هي لكن هي قشرة كسكو حكت والو وداكا وهو إنا قد حيسا ومرد إلى حال دقيقه اسكو مكا انسيكتو لكن وحانا لأينا ندين شيوكو أنه ماشي أن تجبني بيش السدي وحيكولا هيد مقعوين محايا لي مركا اينان قدهين حنك قدهين عن كتقنو سو ماليك تحديد ميزان بانكولان ميزان سياسة ديت بانكولان سياساتنا واسم روغيسة واهرين اعدو اعدك لما ولا راها اسكو افدا خيسة لما اسجعل با اسكو وانيسة لما ودا شقينيسة اسكو افكرام وانيسة وكالتاني دوانانيسة لكن كموقشه السياسه مركا اجتماعته اما كان دحموقت كده مركا ليرادو بيشو كمان مقرب ما هيلي لبدي برايم منستر او دبيسره بيشي كسو جيدي اما بيشو ها تاغير تام يي تاغير لكن لبدوا انك يدير سو جيدي اذا دوغتا وهي مرت ميزان السياسه ده ان ان كان تام كل حين ان كجرنو او ان كان قالنا هرت ان دوغتا وانا مثله الاول اهلنا السياسه دو سومالي ما انت كجيره waxay marayaan marxalada kala guura ee hadda ugu jiga la kaleen ee meelihii dawladda laga haystay ama ay dawladdu ka tirin in ka badan in badan oo kamid ka ahaa dawladda ku soo noqdeen dadkii la dagaalamay dawladda badankoodii meelaha qaadkood way ka guureen oo ayadoo la dirreen bay saga bixeen waxa doontaa in xaq amaan uu ka soo fiicnaanayo sidii hore maxay yeelay dawladda qayb ka mid ah meelii gacanteeda ka maqnaana waa soo galeen meelaha kalena waxay hadda u dhow yihiin inay gacanteeda ku soo noqdaan ayada laftigeed sidaa daraadeed rajada dawladnimo aad iyo aad bay u fiican tahay hadda siyaasadda waxaa jira isbeddel la rabo in la gaaro 2016ka taasina waxaa lagu gaari karaa in la gaaro in la diyaariyo shuruuc loo baahan yahay in la sameeyo sida sharciga xuduudaha iyo gobollada federaalka iyo shuruuc kaleeto oo la mid ah oo sahlaysa sidii maamul goboleedyo loo samayn lahaa kadibna dowlad federaal loo noqon lahaa sahlaysa taasna hadda kalfadhiga baarlamaanka uu maanta fadhiyo waa arrimaha ugu horeeya oo ajendaha oo horyaalla waxaan rajaynayaa iyadana in lagu guuleysto oo dowladdu ay hore u socoto intaas haddaan ka gudbo sidaa ka warqabtaan shirka garbahaaray hadda ka socda wuxuu ku soo aaday marxalad loo baahan yahay in la gudagalo oo shirka la qabto maxaa yeelay beesha kala daadsanaanteedu waxay saameyn ku yeelatay dhismaha arrimaha jubbooyinka sidaa daraaddeed waxaa loo baahday in beeshu ay shir qabsato ku midowdo go-aan ku gaarto go-aankay gaartana ay shirka dadka walaalahooda ee gobollada kula dhaqan ay la hortegi lahayd ay wax cad iyo go-aan midaysan ay la hortagto taas baa soo dedejisay aad baad u mahadsantihiin inaad taageerteen aad baad u mahadsantihiin inaad gacan dhaqaale ka geysateen aad baad u mahadsantihiin xaqa inaad gacan ka taageeraysaan ka mahadcelinayna subxaana illaahi waajibkiinii baad gudatay shirka qaybtiisii koowaad
وسوف يبودي حان سيرك الله قتلك على صدق قيبو قيب تان هذا سوق يبودي قيب قبل كجد يدك كل دقة بيشاء يا قيب تبوين كأردن صدق هذا قيبو بالله قتلك على سداس بونا كوس عندنا إن شاء الله وحن رجينا يقول إنه لو قارب أو يقول كده ما ترى حان كرهنا تبوين كوي أنا واحد أنا حلي بنا ده النهاية شرير أنه كج كشي لأن عريمة هاس موقف عذب أنك قادم حانو كقادم إن أنه دك ولا له أنا أو قبل هذا نلبد كن أنه وذا نبض خلنا ولا أنه أو خو ولا تقنو أن هرو مركة يو كولا شقينه يو حوالا قبسي عن كولا شقينه لكن أنا قادم صور قورين هيبت أن كل أنا هاي ميل والبنى أنه قادم الآن كان حنقولوا سوري ويني إن دمان بلا أول على هنا ملك استوي نلاد دجاج إن هو ده شركة سبورة نور عنه إن كل حد بتبين إن أنا حق هذا برسنين إن أنا نقول تبعت تيدين أي يقول إن إنت أسوق إن إنت سمعيان قاعد كاسة اللي ما ندو جارين قبل كتشبو قبل هذا تشبوه كانوا حنكرب ناس إذا أسوق كله قيبها كله دمون البرشدة إن نلاد دكتة إن إنت أسوق كله يقولوا هو كرتا سيدات درادير وح كير وح أن كلنا هاي مرة من إيران قادم وح كبدا وح أن كلنا هاي مرة من إيران قادم من تكدوني هذا الكين حاجة مرة ما كان بصوت وحاجة ملك أو بيش ودكتور أو قبل هذا نحى أيضا لفت كذا ما من قبلات بعلاقة سمينا هيا مامو الجوبلات كاس لقى السمينة هينا وح بليه الدكان ميشاس أي كود الشرين إن مامو كاس لوضع الاستو حسيه شيء فرسمادي لوضع الإنسان لها لقميه شينين وحين شفته إن سيابها قاركود أي بيش وجب يديدي إن عرين تاس أي كوكان عدو سيد بيلها قاركود أي وحور ربان وكب يديد وحين قاعد سني إن أنا كتير قليل أنت لقيه الشين هيو سوى ذكر إمام القبلات لون هي الله سبحانه. أريد تحسن اللي بعنا ذا يو أديالك يو أجازك لما هو حانق عن سنعي إن أنت اللي جاي جاره يو وضعتش رسمية قبلات اللي حشيب كودا أنك قيد قليل تحسن والله وضعتي إلى بيله أوردنا أي سوي ماذا نسك وضع هذا الكلام. وحن رجينا شر كبير دون عوضها إن السجرة لقبته وأنت هاس إبرش بكر فين دونته وحن أي كل يلي لهي قبل الله اللي حيا هذا لفت جدًا قدرنا نصايع هذا لفت جدًا إن أدي شغنا أدي البرودان إنك استوى أنت أنا صوب حين أناو أني يوجاز كي يحلي لنا كلامه أنه أنت هاسكوت أو أغني إن شركة لقبن دونه لكن وقت جيس ماشي سه للسوق دونه حلي كوه بونات أيضا واحدين كلا نوت على إن هذا واحد له بعين إحنا هاسود أنا وحيسبني بويهن أساس كدولة فدرال إلا أس إلا كسو حاجة إلى ما مرقوب لديه وحيسلمه إنه قندونا دولة فدرالية.